الكويت تمر بظروف مغايره تحتاج الى تغييرات جوهريه في سياستها الماليه وان الاداره الحكوميه وضعت الكويت في موقف مالي صعب خاصه وان مؤشر الكويت قد سجل هبوطا في مقاييس الرفاهيه العالميه واحتلالها للمركز الخامس والاربعين عالميا هذا ما خلصت إليه نتائج تقارير اقتصادية متخصصة صادرة اليوم تؤكد أن الوضع الاقتصادي برمته يحتاج لوقفة جادة في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة بأداء البورصة الضعيف والعجز في الموازنة للسنة المالية الجديدة والتي أقرها مجلس الأمة مؤخرا، تقارير اقتصادية أشارت إلى أن أداء النصف الأول من العام الجاري لبورصة الكويت لا يبدو مبشرا فالمحصله كانت استمرار ضعف السيوله الضعيفه في الاصل واستمرار الهبوط المبرر وغير المبرر لمؤشرات السوق ولا شك انها ازمه انحسار ثقه تحتاج الى تشخيص وعلاج هيكلي فيما اوضح تقرير اقتصادي انه مع تراجع اسعار النفط والتي كانت سببا رئيسيا في تسجيل ميزانيه الدوله لعجز متوقع خلال العام المالي الحالي إلا أن سوء الإدارة الحكومية للإقتصاد الوطني المعتمد على البذخ في المصاريف الجارية دون التنموية إضافة إلى عدم الترشيد، كل ذلك قد ساهم في حدوث هذا العجز المتوقع تناميه في السنوات القادمة. الأرقام هنا تتحدث فقد أقر مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2015-2016 حيث قدرت مصروفات الميزانية بأكثر من 19 مليار دينار كويتي وذلك بانخفاض نسبته 12.5% عن ميزانية السنة السابقة في حين قدرت الإيرادات في الميزانية الحالية ب 12 مليار دينار أي بعجز قد يصل إلى ثمانية مليارات دينار كويتي تقريبا وهو عجز تحقق بأسرع مما يتصور الجميع وبعكس كل التوقعات التي قدرت حدوثه حتى عام 2021 اجراءات متعدده الاتجاه يتوجب على الحكومه اتخاذها في تنويع مصادر الدخل والاخذ بتوصيات الجهات الاقتصاديه المتخصصه محليا وعالميا في افساح المجال للقطاع الخاص لسد فجوه العجز المتنامي في موازنتها